بكم أعزائي المشاهدين، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج بالعافية، وأكيد هنكون معكم كل يوم من خلال شهر رمضان المبارك وأكيد من خلال شاشة MBC 3. أنا والشيف سليمان بنقول لكم كل عام وانتم بألف خير ونعاد عليكم جميعا بالصحة والسلامة. طب خطنا النهاردة هتكون إيه يا شيف؟ رح يكون عنا خروف محشي مع رز الشرقي، ورح يكون عنا نوع سلطة، ورح يكون عنا شوربة، ورح يكون عنا نوع معجنات. نوع معجنات ونوع شوربة ونوع سلطة، الشيف مش عايز يقول لنا عليهم دلوقتي، هلا بنشوفهم مفاجأة يعني. اي نعم. طيب الطبق الرئيسي هيكون خروف محشي بالرز الشرقي، مظبوط؟ ايوه. وهنبدأ أول حاجة بالمقادير ونعرفها على المشاهدين، وهتكون كالتالي. يلا. معانا هنا رز منقوع في المية. أيوة. لمدة 20 دقيقة. وهنيجي هنا معانا أظن دي حشوة اللحمة، هذه خضرة مقطعة مشان لما نحط الفخدة، فخدة الخروف بالفرن تعطيها ريحة وطعم ولون، نحمرها طبعا. إذا جزر، بصل، وحب هيل. أيوة. هنحطها مع اللحمة. هنا هيكون معانا لوز، مظبوط؟ أيوة. وهنا صنوبر. وعنا ملح. ملح. وقرفة ناعمة. قرفة ناعمة. وبهارات مشكلة. بهارات مشكلة. وحب هيل. حب هيل. وبصل ولحمة. نيجي هنا نشوف دي لحمة الخروف. أيوة. وهنا بصل. وآخر حاجة معانا لحمة ناعمة مفرومة. هنبدأ أول حاجة باللحمة. اللحمة احنا سلقناها. اكيد. أيوة. وجاهزة للطبخ، لحمة خروف مسلوقة، يدوب بس نحطها مع الخضرة من عشان تتحمر، نحطها في الفرن عشان تتحمر وتاخد لون وشوية سوا. اعطيني الجات نحطها بالفرن عشان تتحمر. ادي الجات احنا سلقناها، لانها قطعة كبيرة عشان نختصر الوقت شوي. اوكي. اذا لحمة الخروف هتكون معانا النهاردة، سلقينها من قبل كده جاهزة، حطينا معها جزر، بصل، وهيل، ورشة ملح، وإيه كمان؟ وهلأ بنحط لها شوية مرق، مرق اللحمة اللي سلقناها فيه. طيب إذا عشان نحطها مرقة بالفرن. نحطها في الفرن، ثواني يا شيف. أيوة. تفضل. نحط عليها النار لمدة 20 دقيقة. 20 دقيقة. على درجة 180. ليه 180 الدرجة المتوسطة المناسبة؟ عشان الأكل يسخن بياخد سوا. ناخد حبة بصل نقطعها ناعم جدا عشان ما تبانش في الرز. إن البصل دايما بيدي طعم. ومنضيف عليهم حب الهيل منشان يعطينا طعم كويسة مع بعض، ونحركهم ونحرك ونقلب الهيل والبصل والزيت مع بعض. إذا خلصنا من البصل، إيه رح نستعمله هلا لشغلة تانية. إذا نستعمله حاجة تانية بعد ما حطينا زيت وبصل وحبة هيل، حطينا اللحمة المفرومة وهنقطعها، نبعد كل حتة عن التانية عشان تطلع موزعة بين الرز، مظبوط. نفتت اللحمة كويس. إذا اللحمة اتفرمت، هي أصلا مفرومة وإحنا فرمناها وبعدناها عن بعض، أخذت لون يعني استوت، بقى إن إحنا نضيف عليها الرز، البهارات أول بعدين نضيف عليها الرز، البهارات بعدين نحط عليها الرز عشان تستوي. البهارات هتكون معانا قرفة، بهار مشكل وقرفة، وبهار مشكل، والملح. والملح طبعا. الرز الشرقي معروف ببهاراته، لازم تكون زيادة، تقريبا نحط 5 معالق صغار، 5 معالق بهارات مشكلة، وكم معلقة قرفة يا شيف؟ كمان 5 معالق قرفة. زي ما قلنا الرز الشرقي لازم يكون فيه بهارات كتير، 5 معالق قرفة وملح طبعا اللي دايما بيدي طعم للأكل. نحط ملح حسب رغبتنا، حسب رغبتنا الطبخة تكون مالحة بدنا اياها، بس احنا يستحسن تكون معتدلة احسن شيء، تكون معتدلة او خفيفة، يعني نحط ملح خفيف عشان لو طلعت ما فيهاش طعم نزود لها مش مشكلة، بس لو طلعت ملحة مش هنقدر نشيل منها الملح طبعا. احنا ما كترنا ملح. احنا كده عملنا ايه هنا يا شيف؟ قطعنا بصل، نص بصلاية، وقطعنا وحطينا هيل طبعا، زيت قلبناه مع اللحمة. بعض حطينا اللحمة وحطينا بهارات، ودلوقتي حطينا الرز. هلا بعد ما
خلطنا الرز مع اللحم مع البهار. هنسيبهم؟ لا شوفي. ولا نحط ميه؟ الرز الشرقي لازم يطلع لونه بني. فشايف لسه ما صار لونه بني من البهارات، نرجع منزيد عليه شوية قرفة وشوية بهارات. اوكي، يعني احنا حسب حسب ما تشوف عينينا. اي طبعا، يعني لازم يكون اللون غامق، بني غامق. فاذا شايفين البهارات اللي حطيناها مش كفاية زودوا تاني. زودنا قرفة وزودنا بهارات مشكلة، وهنقلب تاني لحد ما نشوف اللون مظبوط ولا نزيد كمان. ايوه، بس هيك كده كفاية، صار لونه بني. دلوقتي لونه بقى بني لانه خلط الرز مع اللحم ومع البهارات مع بعض. نحط لهم ميه. هلا نزيد عليهم ميه. دايما الرز نحط له ميه عشان يستوي. كمان ميه حسب مستوى الرز. اعلى بشوي. اعلى من مستوى الرز بشويه. نقلب. نرجع نقلبه مع بعض مشان نتاكد انه الرز انخلط مع اللحمة والبهارات. مش هنحط هنا المكسرات؟ لا، رح نقليهم هدول للزينة. اوكي، الزينة فكرتها. هلا بنغطي الرز ليوصل لدرجة غليان، يبلش تبلش المي تنشف عنه، بنرجع بنوطي عليه. باللحظات هاي بنعمل الشوربة، شو رأيك؟ نعمل الشوربة، هطلع لكم مقادير الشوربة عشان تكون جاهزة. شوربتنا كتير بسيطة اليوم، رح يكون معنا شوربة سبانخ مع حمص حب. إذن ده؟ أيوة، سبانخ. هنا؟ سماق بودرة. ايوه، سماق ناعم. رح يكون عندنا حمص حب مسلوق. بس كده صح؟ بس اقطع. انا عايزة اقطع. يلا اقطع. شكرا. اذا هقطع البصل ناعم يا شيف. ناعم. نعم، بنضيف شوية زيت بالطنجرة عشان نحمص البصلة شوي شوي. طيب احنا كده قطعنا البصل ناعم جدا، جاهز لشربتنا النهارده، وهي شوربة سبانخ بإيه؟ بالحمص حب. يلا حطي البصل. قطعت البصل. ايوه، نحط بصل اللي قطعته قطع صغيرة جدا عشان ما يبانش في الشوربة. صغير وحطينا الحمص، ودلوقتي هنحط السبانخ. تمام، شوف هيقلب. بنضيف له شوية ملح، شوية ملح. بنستنى ليتقلب الحمص مع السبانخ والبصل. حطينا مرقة اللحمة على السبانخ والحمص والبصل المقطع، هنسيبها لحد ما تغلي. لازم تغلي تقريبا 25 لنص ساعة. اوف، ليه كده كتير؟ لانه فيها حمص حب. اوكي، والسبانخ لازم ينطبخ كمان. طيب اذا عبال ما الشوربه تغلي مش هنبدا بالسلطه من غيركم، ولسه ما نعرفش ايه نوعها الشيف هيقول لنا، بس هنروح لفاصل قصير وراجعين مره تانية ومكملين معاكم مشاهدين بعد الفاصل ومكملين معاكم بالعافيه للنهارده، وعاملين خروف محشي ورز شرقي وشوربه سبانخ مع الحمص الحب المسلوق، وعاملين سلطه. سلطه ايه؟ انا عايز اعرف. هلا بنشوف مع بعض. رايحين نعمل سلطه يونانيه. اعطيني جات منشان اقطع فيه السلطه، وانا خليني اشوف الرز هون. وادي الجات يا شيف، تنشف عنه. فاذا لازم
نخفف النار. ممكن اقطع؟ ديهم كلهم قطع كبيرة. كبيرة؟ ايوه. عادر. قطع الكبدة؟ لا لحظة شوي. أول شيء. طيب هنحط رشة ملح. ايوه مشان نخلط هذه المكونات مع بعض. شوية زيت زيتون. سلطة يونانية حاطين عليها زيت زيتون وملح. شوية خل وباقي علينا الجبنة. يلا حركيهم هلا أول. لأنه لو حطينا الجبنة وحركناها رح تخرب الجبنة، الجبنة كثير طرية. هلا السلطة اليونانية في ناس بيعملوها مع زعتر ناشف وفي ناس بيعملوها مع ريحان. احنا اليوم اخترنا نحط لكم ريحان ورق طازج. طيب هلا بدنا نحط الزيتون الاسود. الزيتون متقطع جاهز بس للسلطة. ايوه بس لا طعم الزيتون حلو اخضر. حط الجبنة وحط الجبنة وزعيها فوق. حلو. حطها في الثلاجة؟ طبعا. الشوربة نطمن عليها اذا جهزت ولا لا. عندنا هلا ضل المعجنات. المعجنات نعملها مع بعض. اطلع المقادير؟ طلعيها يلا. والشوربة كمان 5 دقائق بتكون جاهزة. مقادير المعجنات هتكون سهلة جدا وبسيطة. ايوه. هيكون معانا هنا اكتر من نوع. الخضرة، فلفل اخضر، فلفل برتقالي، باذنجان، طماطم صغيرة اسمها كرزية. أيوة. وكوسة. كوسة. وعنا زعتر ناشف. زعتر ناشف زي. ورحين نستعمل بصل. ومعانا هنا العجينة اللي هنعمل فيها. هي هذه عجينة البيستري موجودة في السوق جاهزة. أنا ممكن أبدأ بتقطيع أطراف الكوسة. أيوة. هاي السكينة. خد السكينة. خد السكينة الصغيرة ولا الكبيرة؟ لا. تيك الكبيرة أنت أحسن. يلا ما بيأثر إذا بتعرفي تقطعي. لا بيأثر لأن دي أكبر مش قادرة أمسكها كويس. أقطع من هنا كمان؟ شيلي لازم تقطعي. أيوه. بعدين أقطعها كده طول؟ لا بدك تقطعيها ناعم. ناعم كثير كمان. كثير. خلينا نشوف. حطينا البصل وبنضيف عليه شوية زيت زيتون. نفس الوقت قبل ما نزيد الخضرة نشوف الشوربة. أيوة هيك صارت جاهزة. بدنا نضيف لها السماق. السماق على الشوربة زي ما قال الشيف آخر حاجة نحط لها سماق. تقريبا 3 معالق شوربة السبانخ. أيوة. بالحمص. حطينا بصل شوية. احنا حطينا السماق آخر شيء مشان ما يمرمر طعمه. اوكي هلا بنزيد الخضرة. ونقلبهم مع بعض. طبعا هاي حشوة المعجنات اللي رايحين يعني معجنات خضرة هتكون النهاردة صح؟ خضار نعم. معجنات بالخضار. حطينا اخر حاجه هنا الخضره الاخيره اللي باقيه معانا. وبكده نكون خلصنا من حشو. لا لسه ما خلصنا. بدك تقطعي هاي الطماطم بهذا الشكل. هي اصلا صغيره جدا. وانا بنفس الوقت شفت حطها هنا جنبك احسن. راح احط مقله ثاني عشان احمص فيه اللوز والصنوبر. صغير. اعمليها نصين مشان ما تم. عملتها. شوفي اعمليها هيك. عملتها. اعمليها هيك. شيلي هذا النص بعدين قطعيها من جوا هيك. طيب. مشان ما تنفعص معك. ماشي. طيب.
نحط لها شوية ملح. إذا الشيف هنا هيعمل إيه؟ ومنضيف عليها الملاية دي رشة زعتر ناشف. هنقول لهم حطينا إيه بهارات مرة تانية شيف لو سمحت؟ حطينا ملح وزعتر ناشف. ملح وزعتر ناشف؟ أيوة. نخليهم ليتقلبوا على النار. هم لازم يلا يتدبلوا مظبوط مع بعض ونطبخوا. اذا ما بال ما ياخدوا لون يا شيف وياخدوا سوا، هنروح انا وانت واكيد مشاهدينا لفاصل قصير وراجعين مره ثانيه ومكملين معاكم بلعب. لكم مجددا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل ومكملين معاكم بالعافيه للنهارده. وزي ما شفتوا خلصنا من الخضار، دبلناه على النار وجاهز للحشو. العجينه فين؟ العجينه فين؟ العجينه فين؟ العجينه العجينه موجوده. اعطينا الصينيه نفرش فيها العجين. يلا وبنفس الوقت بنحمر اللوز. دي؟ ايوه دي اللي هنحط فيها العجينه. دي عجينه الخضار المشكل زي ما انتم شايفين. حاطين هناك مقلاية فيها زيت. ايوه حطينا لوز وهنحط دلوقتي صنوبر عشان يكون جاهز لزينة الخروف. من العجين نحطها. وبعد ما دبلنا الخضار زي ما قلت لكم هنجهز دلوقتي عجينة الخضار. طبعا زي ما حكينا هاي العجينة موجودة بالسوق، اسمها البف بيستري، عجينة جاهزة. اوكي احطها لك انا. يلا يلا احطها زي كده. مش لازم تضلها وقت طويل برا مشان ما تدوب. حط اطرافها جوه. ايوه بس ابعديهم عن بعض، ما تخليهم يلزقوا بعض. اوكي كل عجينه بعيده عن الثانيه. ايوه اعمليها هيك على شكل ورده. هون اللوز عنا تحمر، بنضيف عليه الصنوبر شكل ورده. خلي بالك يا شيف الزيت حامي. نقدر نشيلها هلا تحمر لوحدها لانه الزيت حامي كده. تمام يعني مش كتير. لازم يحبطني. اعطيني. لازم انا هفكها انا هفكها. اوكي تفضل. إذن احنا كده حطينا الخروف في الفرن زي ما انتوا شفتوا في بداية الحلقة، وأظن دلوقتي انه جاهز مظبوط؟ أيوة. أنا هشوفه دلوقتي. نشيل الخروف ونحط صينية العجين عشان تتحمر. صينية العجين بدها 10 دقايق بالفرن. شوفوا شكله ازاي بقى خطير. الشيف هيطلعه. أيوة بعديل شوي. شوت اللحمة. إذا الخروف طلع هنحط العجينة. نحط العجينة 200 درجة 200 تقريبا بنحطها. 180 200 10 دقايق. شايف ممكن تاخدها على جنب عشان سخنة مش قادرة امسكها. ايوه هلا بنفس الوقت رايحين نسكب الخروف اللي احنا عملناه. اذا طلعنا الخروف من الفرن واخذ لون زي ما انتم شايفين واكيد سوا، والرز جهز ومعانا زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى لونه بني وفي لحمه مفرومه وفي بصل وريحته رهيبه. اكيد دي ريحه القرفه اللي عامله كده. حطينا كمان بهارات مشكله. ايوه وبصل وحب هيل. وبصل وحب هيل. وهنحط دلوقتي الصنوبر واللوز. يلا اعطيني صحن منشان نسكب فيه. صحن؟ ايوه
وادي الصحن، تفضل. تسلموا ايديكي. تسلموا ايديك انت، يعني الصراحة على الأكل اللذيذ ده. النهاردة خروف محشي بالرز الشرقي، لحمة مفرومة، والبهارات المشكلة، اللي هي بهارات مشكلة، وقرفة وهيل وبصل. وبصل، ريحة الرز لذيذة جدا. الرز عملناه مرة تانية ازاي يا شيف؟ حطينا زيت، حطينا بصل مقطع، حطينا لحمة مفرومة، وحطينا البهارات، حطينا الرز، قلبناه مع بعض، بعدين حطينا مية أعلى من مستوى الرز بشوية وسبناها تغلي لحد ما أخذت سوا زي ما انتوا شايفين دلوقتي. والخروف، لحمة الخروف كانت سهلة جدا، يا دوب حطينا جزر وبصل واللحمة وحطيناها في الفرن، حطيناها تتحمر، كانت مسلوقة من أول مش عايزة تاخد وقت معانا، حمرناها بس، وبعد هيك تصير جاهزة للسكب. طبعا اللحمة كانت قطع أكبر من كده، بس بعد الطبخ شوفوا بقى صغيرة قد إيه. حطها يا فوق. سلام. رز، ونرجع نحط عليها المكسرات. مكسرات، لوز وصنوبر. أيوة. هي من الخروف بتحط له مكسرات عشان يكون طعمه حلو. هنا هنا شوية، هنا شوية يا شيف. هنا 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 هنا. أيوة. صمم ما يحطش. صمم هنا هنا. وزعيهم، ما في في كتير. وين هنا؟ خلصنا. وإذا بدنا بنحط شوية حبات جزر لأنه مطبوخين مع فخدة الخروف بس كزينة. يعني يا شيف يسلموا ايديك، انا احط هنا شويه كمان. سخنه ايدك؟ لا 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 لا، مش مشكله، مسكتها كده. تمام كده تمام، كفايه كفايه كفايه. خلصنا من الطبق الرئيسي وهو خروف محشي بالرز الشرقي ومعانا مكسرات ولوز، انتهينا منه. كانت طبخته سهله جدا، مش محتاجه حاجه، هي بس خطوات وبهارات. خلصنا باقي الشوربة، وعندنا الشوربة جاهزة كمان. أجيب لك جات للشوربة؟ يا ريت. اللي هي سبانخ مع حمص حب بالسماء، صحن أبيض اللي عندك. لقيته يا شيف، تفضل. أيوة، جات الشوربة جهزناه، شوربة السبانخ بالحمص والسماء. والسماء. نعم. والسماء. طبعا هذه الشوربة كتير طيب معاها، واحلى حاجة ان هي عصرة خفيفة. عصرة ليمون، عصرة ليمون كتير مهمة. طبعا سبانخ لازم نحط معاها حامض. الليمون جاهز عنا هون. جاهز. ايوة. انا هركب. ايوه زي ما قلنا، الغطاء بتاع الليمون، الشوربه جاهز للشوربه والسلطه كمان. هذه حشوه المعجنات، خلينا نشوف المعجنات شو صار فيها. يلا حاضر نشوف المعجنات حصل فيها ايه. اها يا سلام، جاهزه، اخذت لون وبقت جاهزه ان احنا نحشيها. ايوه خلصت الليمون تقريبا، حطها بصحن. اذا احنا خلصنا من طبقنا الرئيسي، خروف محشي بالرز الشرقي والصنوبر والرز، وشربة السبانخ بالحمص جهزت، والشيف بجهز في المعجنات، والسلطة اكيد جاهزة وحطيناها في الثلاجة عشان تبرد شوية. وادي الليمون، يلا نحشيها. نحشيها بالمعلقه. ايوه بالنص حطيهم. شو رايك انا اعبيهم وانت تجيب السلطه؟ حاضر. يلا وادي السلطه جهزت، عن اذنك يا شيف شويه. ايوه حطيها عندك هنا. السلطه جاهزه، السلطة اليونانية، كان معانا خيار، طماطم، فجل، بصل، ريحان، زيتون، وجبنة.
حطينا عليها زيت زيتون. أيوة. وخل وملح. خلاص خلصنا؟ خلصنا؟ خلصنا. هيك هيك بنكون خلصنا باقي الليمون. أكيد هنحطه في الشوربة، كل واحد يحطه حسب ما بيحب. هي على الشوربة سبانخ الليمون بيطلع طيب معها. وبكده نكون خلصنا من طبختنا النهاردة، وصلنا لنهاية مشوارنا في حلقتنا النهاردة. أعزائي المشاهدين، كان معنا النهاردة طبقنا الرئيسي خروف محشي بالرز بالطريقة الشرقية. أيوة. وكان معنا شوربة سبانخ بالحمص. وكان معنا إيه هنا يا شيف؟ عنا كان هنا فطاير، أو خلينا نسميها عجينة بالخضار. عجينة بالخضار. وكان معنا سلطة يونانية سهلة. أيوة. جدا ومفيدة وفيها خضار كتير وأكيد صحي لينا ولصحتنا. شكرا لك يا شيف. في حاجة واحدة ناقصة. أيوة، هي اللي ما بننساها على طول، ننساهاش، أهم حاجة بتكون على سفرة الفطور التمر، لأنه مفيد لصحتنا وأكيد سنة على الرسول عليه الصلاة والسلام. يسلم إيديك يا شيف. بالعافية. بالعافية علينا وعليك. وأكيد بنحب نقول لكم صياما مقبول وإفطارا هنيا، وإلى اللقاء.